بيقولوا قلب الإنسان زي قبضة إيده. قلوبنا غالية وهشة وممكن تتكسر بسهولة. في أمور صعبة بتقسم حياتنا نصين، لقبل وبعد. ما بنلاقيش كلام نشرحها أو نوصفها بيه، فبنقول زي ما يكون قلبي اتكسر، زي شوكة في قلبي. قلبي بيتعصر بيتقطع، زي ما يكون قلبي اتهرس يتفعص، زي ما يكون الأرض اتسحبت من تحت رجلي. زي ما أكون كبرت 100 سنة، زي حمل مش عارف أشيله، مش عارف أتحرك وأمشي من تقله، جبت آخري. وبنقول تشبيهات زي اتهديت، اتفرمت، اتدغدغت، اتعصرت، مصوا خيري ورموني. ولما يكون موقف صعب ما بيخلص، بنقول أنا دبت خلاص، استويت، ظهري اتقطم، عطلت. لو بتمر بظروف وحشة وزي الزفت، يا رب النهاردة عينك تيجي على الحاجات الحلوة، الحاجات اللي ترد الروح، زي نسمة الهوى اللي جايبة ريحة حلوة، زي لما تسمع أغنية قديمة بتحبها. زي دعوة حلوة من حد ما تعرفوش، زي صوت زغروطة جاية من بعيد، لما نسمعها نقول مفروجة. زي السند، زي حد يشيل معاك، زي الرفة، زي طرطشة المية في يوم حر، زي رسالة من حد تدينا شحنة حب وثقة، زي نومة هنية بعد يوم متعب وسخيف. زي زقة لقدام تخليك تجري بعد ما كنت مش قادر لوحدك. زي شوية همة، زي طبطبة حد حاسس بيك. يا بخت الناس اللي بيلاحظوا الحاجات الحلوة دي وسط تعبهم وهمهم، والحاجات الحلوة دي بتلمع في عينيهم وبيشاوروا عليها. عينيهم بتشوف اللي غيرهم مش شايفه، والدنيا ما بتغلبهمش. يا بخت الناس دي.